فضيلة الشيخ عطية صقر، طفل أرضعته جدته لأمه مرة واحدة في سن الرضاع، وأرضعت بناتها وهن خالاته معه وقبله وبعده، وقد رضع هذا الطفل هو وخالة له من أمه وهما في سن الرضاع 5 مرات فأكثر، ولما تجاوزها أرضعت أمه أختها الثانية وهي خالته أيضا مع ابنة لها 5 مرات فأكثر، وله خالة ثالثة أكبر من أمه لم ترضعها أمه، ولهذه الخالة بنت يريد الزواج بها الآن، فهل يجوز زواجه بها شرعا؟ ما دام هذا الطفل قد رضعت خالته الأولى معه من أمها 5 مرات صارت خالته أختا له ما دام الرضاع في مدة الحولين، وإذا رضعت خالته الثانية من أمه في سن الحولين 5 مرات فأكثر صارت الخالة الثانية أختا له أيضا، والخالة الثالثة لم ترضع من أمه ولها بنت فهي بنت خالته وليست أختا له من الرضاع، فيجوز له أن يتزوجها، والله أعلم.